قبل لا نبدأ هذه التغطية لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو دعما للقناة، واكتبوا لنا في التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم في الأيام الجاية. وهذه تسلا موديل اس، أشهر سيارة اي في، أشهر سيارة كهربائية. نستعرضها لكم بشكل سريع، طبعا تصميمها الخارجي مواصفاتها بشكل سريع. ما شاء الله الجناح الخلفي كاربو فايبر، يعني ما شاء الله مواصفات. هذا الجزء الخلفي شعار تسلا، طبعا اشهر علامه بعالم الاي في او السيارات الكهربائيه. كالبرات باللون احمر، طبعا ما شاء الله نفس التصميم في مرسيدس. وهذا الجزء الجانبي، طبعا معروفة شركة تسلا من أشهر الشركات، والشركة نقدر نقول إنها بشكل بسيط إنها أول سيارة نجحت في المبيعات أكيد بالسيارات الكهربائية. ما شاء الله هذا الجزء بشكل كامل كروم، بشكل كامل غير كذا الكروم طبعا حول النوافذ بشكل كامل، على النوافذ والمقابض كلها كروم. هذا الجزء جاي كروم. أما بالنسبة للواجهة الأمامية فبعض التفاصيل البسيطة حول الشبكة الأمامية، أساسا ما فيها شبكة أمامي، لكن نقول شبكة أمامي بعرف أنا نقول شبكة أمامي، لكن ما فيها شبكة أمامي. حساسات أكيد عليها، طبعا تتميز برادار، قيادة ذاتية، أمور كثيرة سيارات تسلا تتميز فيها، سيارات مستقبلية غير الكاميرات وغير المواصفات الثانية، مواصفات الأمن والسلامة فيها. فما شاء الله بتصميمها ومواصفاتها. هذه موديل كم؟ 2018. سعرها معدل كم؟ 277 تقريبا، 277 ألف من الصانع الأمريكي. سيارات صينية حاليا متجاوز 150 ألف ريال تجي سيارة كهربائية، فتعتبر سيارة رائدة في عالم السيارات الكهربائية، وسعرها معدل 200 ألف يعتبر سعرها معقول نوعا ما.